أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد صحو إلى غائما جزئيا على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب المنخفضة قد تكون ركامية أحيانا شرقا وشمالا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف والبحر خفيف لمتوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.